السيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى معنا مجددا عبر الهاتف. كنت أسألك منذ قليل عن وضع الأسرى وكيف سيؤثر وجود أسرى من الجانب جانب الاحتلال على عملية القصف أو الزحف البري التي تنتويها إسرائيل. الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لأوسع وأبشع وأخطر هجمة منذ عام 67 حتى اليوم. اتخذت سلسلة من الإجراءات، فهم يتعرضون لعملية تجويع وتعطيش، تقطع عنهم الماء والكهرباء، وقلصوا كميات الطعام المقدم لهم لأقل من الربع. كذلك وهذا هو الخطير، أنهم يتعرضون لاعتداءات جسدية بالهراوات وبالعصي، وكثير من الأسرى كسرت أطرافهم أو كسرت أسنانهم نتيجة الضرب الوحشي الذي يتعرضون له. سحبت منهم حتى الأغطية التي يتغطون بها وملابسهم، لم يبقى إلا غيار واحد إضافة لما يلبسه الأسير، لا يستحمون، تقطع عنهم المياه. فبالتالي الذي يتعرض له الأسرى غير مسبوق وخطير، كما أن جنود الاحتلال يتجولون في أروقة السجون بسلاحهم الناري، السلاح الأوتوماتيكي، يعني قطع M16 يحملها الجنود والسجانين في أروقة السجون، وهذا ينذر بما هو أخطر. أما وأن الانتقام هو سيد الموقف وهو الموجه لكل أجهزة الأمن والشرطة والجيش الإسرائيلي، فنحن بتنا نخشى خشية حقيقية أن تقدم إسرائيل على قتل واغتيال عدد من الأسرى، يعني في ضوء تطورات المعركة، في ضوء تطورات هذه الحرب التي تشنها إسرائيل علينا. نعم سيد قدورة، أيضا كنت أسأل يعني عن هناك كانت كانت أعلنت سلطة الاحتلال عن اجتياح بري سوف يعني يتم في الفترة القادمة، ويمكن يعني جاءت زيارة بايدن. هل ترى أن هذه الزيارة أخرت أو أجلت هذا الاجتياح التي تنتوي إسرائيل القيام به؟ نعم جزيل الشكر لك يعني سيد قدورة، وسوف نعد الاتصال مرة أخرى.